المرة التانية في الفاصل التاني من حفل صالون المنارة الخاص جدا. النهاردة سمعنا في الفاصل الأول عزف منفرد مع الفرقة الموسيقية على آلة الكمان. الفاصل التاني آلة تانية وترية، آلة غريبة قوي، اتنين غنوا لها، العملاق رياض السنباطي غنى أغنية على عودي، وعبد الوهاب قالوا الظلم ده كان ليه لما كسروا له العود في الفيلم. هذا الفاصل مع الأستاذ سيد منصور، واحد من أبرع عازفي الأوبرا والمعهد الموسيقى العربية في العزف على آلة العود. من أجمل الحاجات اللي هتسمعوها النهاردة والمتفردة جدا إن هو فكر فكرة غريبة جدا، دي ضمن فقرة من الفقرات اللي هنسمعها، ان هناك حوار دار بالموسيقى والغنى بين السيدة أم كلثوم والفنان محمد عبد المطلب. يا ترى لو الحوار ده تم هيتم ازاي غناء لأم كلثوم والعبد المطلب. الأستاذ سيد منصور قبل ما يطلع ونشوف هنستمع لكلمة قصيرة من الأستاذ نبيل نجم الدين الإعلامي والكاتب المتخصص في العلاقات الدولية، هيتفضل بكلمة قصيرة قبل بداية الفصل الثاني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساكم الله بكل خير، وأهلا للأخوة العرب اللي منورينا من كل دول العراق وغير العراق. أنا الحقيقة حبيت أقول كلمة لصالح الصالون ومؤسسه الدكتور محمد سعد الدين إبراهيم. لن أجامل ولكن أقول شيء، ما نحس به ونشعر به هي مصر الحلوة، ليست مصر القبيحة. نحن هنا في مصر الحلوة، ولذلك أود أن أوجه خالص التحية والاحترام والتقدير لهذا الرجل الفنان، رجل الأعمال المبدع الذي يشعر بالمسؤولية المجتمعية. لرجل الأعمال في العالم الغربي في حاجة اسمها community responsibility، المسؤولية المجتمعية لرجل الأعمال. الدكتور محمد، وأنا فخور أني بقف هنا وبقول الكلمة دي قدام عملاق أسس هذا الصالون منذ أكثر من 11 عاماً، وأنا أتمنى أن هذه الكلمة تصل إلى المعنيين في مصر من السيد رئيس الجمهورية. هذا هو النموذج الذي يعلي من شأن مصر، الفن والأدب والثقافة، هذا هو ما يبني الإنسان. نحن هنا نصفق ونستمتع، ولكن بشكل غير مباشر عمل هؤلاء الفنانين يساعد في بناء الإنسان. وأنا الحقيقة سأعمل بكل جهدي أن تصل رسالة هذا الصالون إلى ما أستطيع أن أصل لي. شكراً جزيلاً للدكتور محمد، وشكراً للحضور الكريم. ومصر هي هذا الفن، مصر هذا الإبداع، ليس أولئك السفهاء في الخارج الذين يتكلمون كلاماً لا علاقة له بمصر العظيمة. شكراً جزيلاً. كل الشكر للأستاذ نبيل نجم الدين. أحد أصدقائنا اللي الأول مرة بتحضر الصالون معانا قالت لي كلمة دلوقتي في الفاصل الاستراحة، قالت لي أنا ما كنتش أعرف أن مصر فيها حاجة جميلة كده، ناس جاية تسمع وتستمتع. وزي ما الأستاذ نبيل قال، إحنا هنا الكلمة اللي بتتكرر كتير الأيام دي في الإعلام قوة ناعمة، لكن الحقيقة هي قوة قوية جداً عشان تحمي البلد دي من الآفات اللي كترت. طول ما في حد بيتذوق الموسيقى هيبقى بيتذوق الفن الراقي، هتفضل بلدنا دي جميلة. سيد حجاب بيقول حبيبتي من ضفايرها طل القمر، وبين شفايفها ندى الورد بات، ضحكتها بتهز الشجر والحجر،
وحنانها بيصح الحياة في النبات. حبيبتي بتعلمنا حب الحياة من حب فيها حياتي شمس وربيع، والحب في الدنيا دي طوق النجاة لولا يضيع قلب المحب الوديع. يا حلوة يا بلدنا يا نيل سلسبيل، بحبك انتي رفعنا راسنا لفوق، لو الزمن ليل ما يغلبنا ليل، شوقنا في عروقنا يصحي شمس الشروق. الحلوة قلب كبير يضم الولاد وشوق وذوق، الحب الحلوة قلب كبير يضم الولاد وزاد وزوادة وضلة وسبيل، الموت والاستشهاد عشانها ميلاد، وكلنا فدا ترابها النبيل. الأستاذ سيد منصور.